رايحين عند عبد الرحمن في البيت، فكان في عربيه جيب جراند كانت معديه، دخلت قدام ورجعت، ما كناش شايفينها، ما كناش متوقعين ان هم جايين، فجم راحوا جايين مره واحده رجعوا، وبعدها حضنوا مره واحده جنبينا، فاحنا دخلنا جوه، راحوا جايين مين فيكم انا؟ فهو قال لي انا اسمي محمد، وانا قلت انا اسمي علي، فجم راحوا واخدنا، كان معانا عبد الرحمن واقف نفس الوقت ما هم خدوا لنا احنا الاثنين، فركبونا في شنطه العربيه كانوا بيضربوا نار كده، فمشوا بينا على الطريق الابيض، الطريق بره جنبنا يعني ما طول، فدخلوا بينا، ف بيقول انت بتقول اسمك انس، بتقول اسمك محمد ليه وانت اسمك انس؟ ما عارفين ان عبد الرحمن كان واقف جنبنا، احنا الثلاثه واقفين جنب بعض، كل حاجه عن تفاصيل المعلومات، اه مع عبد الرحمن كان واقف معانا، كانت عندنا معروفه، ف في واحد فيهم قال ده ننزله، احنا كنا جايين لامس، فقال كلم الباشا، فكلم واحد باشا، هو معانا واحد من بيت العكس اسمه انس او علي، فقال له، فراح قال لي، قال له لحظه يا باشا، فاتصل قال لي انت اخوك متجوز من قريب، كان فرحه في دار الدفاع، فقلت له ايوه، قال لي خليك، او راح شادم يعني، فقال لي انتوا معاكم مش عارف ايه كده، وخدنا وراح مجمعين.